السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أم هدى. وصفة اليوم وهي مربى البطيخ أو الشمام، كيجي رائع. فإلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. كنحتاجو عندي هنايا بطيخ أخضر أو الشمام باللغة العربية اللي ما كيعرفوش، أو السويلة. عندي هنايا عندي عصير ليمونة واحدة، عندي 125 غرام من سكر الخشن أو سكر حبيبات، والحلوة كتبقى على حسب الذوق. كيس من الفانيلا من وزن 7 غرام. نبداو على بركة الله. الحاجة كناخد طنجرة وغادي نوضف فيها البطيخ أو الشمام والسكر الخشن أو سكر حبيبات والحلاوة على حسب الكمية وعلى حسب الذوق ديال كل واحد، والفانيلا وعصير ليمونة واحدة. غادي نوضع الكل فوق النار على نار متوسطة. وهنايا كما كتلاحظون بعد ما كيغلى لي الخليط نتاعي فكنخليه، يعني حتى كتشوفوا ان الشمام تاعكم او البطيخ بدا كيطيب، صافي كتحيدوه. انا الان غادي نغطيه ونخليه على نار متوسطه دائما ونرجع معكم. وصافي انا هنايا بعد ما طاب ليا الشمام او البطيخ نتاعي جيدا، فكناخذ اما اللي بغا كيخليه هكا يكونوا طريفات صغيرين كيخليه بهذا الشكل هذا، واللي بغا انه يطحنو كياخذ الخلاط او الخلاط اليدوي. كتاخذوا الخلاط نتاعكم وكتفرغوه وتطحنوه جيدا. انا كما لاحظت درت واحد الكميه اللي هي قليله وغادي نطحن جيدا. انا الان كما كتلاحظوا هذا هو القوام ديالو. غادي نفرغوا واحد الزليفه ونخليه يبرد لي تماما. صافي الان انا غادي نفرغوا في هاد الزليفه ونخليه يبرد لي تماما، وكيكون هذا هو القوام ديالو. صراحه كيجي رائع، كنتمنى انكم تجربوه. وكان هذا هو الشكل النهائي تاع المربى بالشمام او البطيخ الاخضر، كيجي رائع كنتمنى انكم تجربوه. وهذا هو قوامه، كيجي هادئ المذاق رائع. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.